يمكن تكسب. لا 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 اكسب مين؟ لا 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 انا اتفرج بس، افرح للكسبان وازعل للخسران. ما انت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول ايه، بصص لي في لقمة العيش، ما انت عايش على كده. وانت بتعتق. يا رافي خسرت برضه، ها بقالك مده بتخسر. معلش يا جماعه انا اسف، انا واضح ان انا فقدت تركيزي تماما. سناجي الاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما اتاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد مسيو ناجي، انا فقت وهبتدي اكسب هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها وخانة التاريخ خليها فاضيه انا حملها. اوكي. خانة المبلغ اكتبه 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيلي اوكي حاضر. مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسف كرمي؟ ايه اللي جابه انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. نعم أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير. رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوه عندي. في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. أنا بك تكلمه في التليفون، تروح له البيت، إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تصدر لا. أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق، وهكبر الموضوع ده ومش هسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه، أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني فين إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا كده. برضو الصح والناس مفيش حاجة جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله. والله يا سيادة السفير بهدلته وصوتي عالي عليه والعمارة كلها صحي، عملت له فضيحة. أنا أصلي عارف العالم دي كويس، ما بقولش إلا بالطريقة دي. ده بعت لنا اعتذار رسمي عن تصرف الضابط ده.
قال لي هو ايه اللي كان جابه عندك؟ قال ايه؟ جاي يدور على واحد قريبه. وقريبه ده كان عندك؟ اه كان عندي هو شويه ناس كده. كانوا بيعملوا ايه في الساعه دي؟ شوف سياده السفير، انا ملحق اداري، اخلص حاجات، اعمل تسجيلات لحاجات، لو ما عملتش علاقات واسعه مع العالم اللي هنا الشغل هيقف، مش هنعرف نخلص حاجه. طب بالمناسبه احتفالات ثوره يوليو كمان كام يوم وهنعملها زي كل سنه في اوتيل دانيال في هارسيليا. خلي بالك الرئيس بتاعهم ورئيس الوزراء هيحضروا زي كل سنه. اطمن سياده السفير، انا مرتب كل حاجه. أنا لومدين اختلطت بليه رقوت لبيت شيلها إيش هزي بشاعة أحد أحري حدسوت أتجرمت لأنو مبوخة جدولا أدوني أنا بطوع شناجي هطلع متخنين لما شهو حمور هو يفي لأسونوت رابين على ما أنت مستميخ مها عرختها تمتي حوشا تمتي حوشا اللي فيها دي فحيم يش لاقيش يحاسيم توفيم عم كلام ام كراف مي اود لي خلام مي كراف يوتر مداي ادوني لو يوسي زي حشاد ميوتا سن اتخا למצרים ולמצרים לא תצריכה להוביל אותך בעבודה יוסי אנחנו עושים ביטחון לא פוליטיקה לא פוליטיקה אנשיה אל תחזור על מה שעשית השגרירות המצרית תחגוג במהבכת יולי בשבוע הבא في تل أبيب سيها مدينة فيها سريم يشتتفو بحقيقة في أم هم تسريم يعلو إت مع سيخة متسافينو يهي قش ترشي لي أدوني لما نحن حقيقين إت مع بختم أنو حقيقين بناصر شهايا روتسي لزرق إت إسرائيل في عام شلانو بيام زهو محير השלום שמשלמת ישראל והאם מתייחסים לשגרירנו בקהר באותה נימה? אתה חוזר לפוליטיקה עוד פעם, יוסי. אנו הסכמנו שלא אכפת לנו. יוסי, אני נבקש שתזהיר את נאג'י עטאללה מהתודעה שלך. הפגישה הצטעה.